شاركت في هذه الندوة حول التنمر والتشهير وعلاقته بمحاكمة العادلة. نحن نعتبر أن التنمر ظاهرة خطيرة والتشهير والابتزاز وتصاعدها على المستوى الوطني والدولي عبر مجموعة من الأشخاص يهدفون إلى ضرب الوطن، إلى ضرب استقراره، إلى ضرب وحدته. أتحدث بشكل مباشر على المسمى حجيب الذي لديه خلفية إرهابية، خلفية متطرفة، وقام سابقا بتمرد على خلفية دينية مواكبة للقاعدة والوقت التطور والانتشار الذي كانت تعرفه. المغرب أكدوا حكومة وملكا وشعبا وحتى حركات إسلامية رفضهم للتطرف العنيف للإرهاب، وبالتالي فهذا الشخص مكانه المحاكمات سواء في محاكم المغربية أو الدولية. وما يحدث الآن من تصاعد هذا التوجه هو يشكل خطر على المغرب، على المواطنات والمواطنين الذين يتعرضون للابتزاز والتنمر والتشهير. يشكل خطر على القيم ديالنا ديال الاحترام المتبادل وقيم التعايش والإخاء وخطاب التسامح، وبالتالي فنحن أمام ظاهرة خطيرة يجب التصدي لها بما يكفل ردعها ويكفل القضاء عليها من الشارع. وبالتالي فنحن نحتاج إلى نص قانوني يؤطرها ويرتب الجزاءات الممكنة لها بما في ذلك الإساءة للوحدة الترابية والانضمام الانفصال. لا يوجد لحد الآن قانون أو نص تشريعي يجرم الانفصال ويجرم الإشادة بالبوليزاريو. اليوم التقينا كيفما سمعتوا كجمعيات مجتمع مدني ومع الأستاذ عبد الزهراش اللي هو محامي ديال الضحايا اللي تعرضوا للتشهير والتنمر. وطبعا تكتلنا اليوم لأننا بصدد إطلاق واحد الحركة أو تكتل لجبهة وطنية من أجل محاربة أو مناهضة نوع جديد من الإجرام، نوع جديد من الإجرام اللي للأسف كنشوفوا بأن من يقوده لمن يؤطره هي شبكات فيها ناس ديال القانون، فيها أيضا صحفيين زملائنا، وفيها حقوقيين. هاد الشبكات اللي كتخلق اليوم إلا بغيتوا تقولوا شكايات كيدية تروج لها، وكنتم أولاد الإعلام وتتعرفوا بأنها تقوم بخلق واحد ديك الفقاعة ديال الإعلام وكيحاولوا يضغطوا لا لشيء إلا من أجل ابتزاز الأشخاص. وتالي بالموازاة مع إطلاق هاد المبادرة أيضا نحن نقوم بتقديم نداء، ونداء خاص للنيابة العامة ومؤسسة القضاء وطبعا للأمن الوطني، باش اليوم مع الرقمنة كنظن لن يكون لهم أي إشكالية فأنهم يرصدوا الأشخاص الذين يقتاتون من هذه القضايا. مغربي عادي عمره ما يمكن له تكون عنده أكثر من ضعيف، يكون عنده دوسي ديال الورد، غادي يكون عنده شكاية ديال الصراع مع الجار، ولكن ما يمكنش نلقى مغربي عنده أكثر من 10 و15 و20 شكاية وعايش بهم وكيساين في التعويضات باش يعيش بهم. للأسف داروا ضحايا كثار، بل وسمحوا لي على الكلمة سأقولها، دازوا ستاج الوحش واليوم يتم استهداف المؤسسات. وطبعا هو أولا وقبل كل شيء أنا كزميلة تنقل نداء للزملاء باش نخرجوا من داك التشرد، يعني ديك التفرقة اللي بيناتنا. خاصنا اليوم نوحدوا الخطاب، اللي عنده الآليات خصو يساعد اللي ما عندوش الآليات لكي نقوي الخطاب الإعلامي، لأن في النهاية احنا كنعرفوا بأن المجال الإعلامي ديالنا إلا كان بقى مستمر راه غاص المساعدات أو غاص الدعم ديال الدولة، هذه حقيقة واقع. إذا ما فيها بس إلى اليوم نشوفوا واحد الخطر كبير، خطر يعني كيدور بجناب المواطنين، ولكن أيضا يمس بالأمن القضائي، يمس بالمؤسسات، ويمس بركائز الدعم ديال الدولة. ركائز الدعم اللي هي القضاء، اللي هي الأمن، اللي هي الإعلام، اللي هي الجيش، اللي هي ما فيها بس إلا حنا يعطينا حتى حنا رجعنا شوية لهذا الشيء وكونا الناس اللي معنا باش نقدروا نتصداو ليه، لأن في النهاية هذا الاستقرار ديال هذه البلاد راه حنا محسودين عليه. وهذيك الشبكة التي أسميها دائما البنية السرية الحقيقية هي شبكة منظمة، خص الواحد ما يخرجهاش من التصور ديالو ويعرف أن ما قد يقوله علي المرابط في برسلون هو ما سيعيده
حميد المهداوي هنا في صيغة أخرى، ولا ما قد يقوله حاليم في سوق الأربعة. هذه حقيقة وواقع، وخص كل صحفي فينا يوصل للمستوى أنه يكون عنده الألياس باش يقدر يفكك ذاك الخطاب ويعرف كيفاش هما يتواصلوا بيناتهم وكيفاش كيوضعوا اللبنات الأولية باش يضربوا استقرار البلاد. شوف أنا غير اطمئن، أنا في التقدير ديالي هذه ظواهر عابرة دو باساج، ما غاداش تقاوم أكثر. عرفتي علاش؟ علاش؟ لأنه أولا كما قلنا في الندوة، حنا أمة عندها مقومات، عندها تاريخ، عندها تراكمات. أمة مبنية على لا سوليداريتي، مبنية على دي فالور اللي هما يونيك، ما كاينينش في العالم. وبالتالي هاد الناس هادو اليوم هذاك الممارسات اللي كيديروا هما قلة قليلة، ماشي بريئة، بل هي موجهة ومؤطرة من طرف أعداء الوطن. مش خص الشخص يكونوا فيه صورة عدم ما بقى ما يتخبى، خص الواحد يخرج لها فاس مع هاد الناس. هادو يستعملون إما عن وعي أو غير وعي من طرف ناس اللي هي باغا تضرب البلاد، باغا تضرب سمعة البلاد، خاصة أن البلاد كتعرف واحد التطور في مستويات متعددة، وكتعرف أمم طوم مشاكل بحال جميع بقاع العالم. الولايات المتحدة الأمريكية أقوى دولة في العالم، فيها تطور وفيها مشاكل. وبالتالي أنا شوف متفق معك، هي ظواهر بانت، ولكن طمئن ما عندها شي امباكت. بدات تشكل ديال الامباكت ديالها مين شفنا هذيك الظواهر، الوقفه قدام رئاسه النيابه العامه، اعتراض سبيل مواطن جا باش يقدم شكايه عند الامن، الخروج به هضره ما كايناش على الامن وعلى النيابه العامه ولا على ذاك المشتكي، الضرب في حقوق الدفاع، الاهانه ديال الدفاع، اهانه المناضلين والمناضلات، مادام مسائل اللي هي غير مسموح بها وغير متعارف عليها بلادنا. الشيء اللي كيجي عندنا ندقونا قوس الخطر لتشكل هذا التيار اللي مش اللي يهدد هذه القيم باسم الدفاع عن يعني القيم. شوف انا ما عنديش اخبار بهذا اللقاء، ولكن هو غير من الناحيه القانونيه الجلوس مع جهاز مخابراتي اجنبي يشكل جريمه، فما بالك في دولة أنت معها في مشكل سيادي ديال قضية وطنية، فهذا في حد ذاته يشكل خرقا للقانون، معاقب عليه. وإذا كان حصل هذا اللقاء، هاد الناس مجرمين. كراو شوف، ولكن أنا كندوي من الزاوية التقنية، إذا كان هذا اللقاء قد تم هذا خرق للقانون. ولكن راه تعتقل شي واحد فرنسا وتكلم شحال هذه على ديك الضابطة الهاربة اللي هي سميتها وهيمة غتجيش، واللي هي أصلا في أدائها لليمين كإنسانة حاملة للسلاح لا حق لها في التواصل مع الأجنبي، خاصة لما كيكون ذاك الأجنبي في حالة حرب مع بلد الأم. هاد الناس ماشي من أجل الغسينة، هادو ناس فيهم واحد مريض بالعقدة ديال السي الحموشي، واحد مريض بانه ما عطاوش الرشوه ولا الفلوس اللي بغاو وصوروا، اش ندير ليه انا؟ هذا هو المعارض. هذا واحد اعتقل في قضيه الارهاب وادعى ممارسات مورست عليه، حنا الا كانت ديك الممارسات حقيقيه كنددوا بها، ولكن انتايا دزتي امام القضاء وكان عندك دفاعك وكانت عندك جميع الضمانات، تهربتي الالمانيا عاد تقول بحال هذا الكلام، راه غير المقبول. هذا الشيء شوف ما يمس ذاك المسؤول يمسنا جميعا، حنا مغاربه، ما يمس القضاء يمسنا جميعا، ما يمس المحامي يمسنا جميعا. ولكن باش يخرج واحد من النخبه المجتمع بين قوسين وهو لا صله له بالنخبه في ممارساته وتصرفاته ويقطع السبيل على مواطن كان كيقدم به شكايه عند المواطن، هنا ولينا في شرع اليد، ويطلع صحفي يدافع عليه بواحد المنطق احادي ضيق شعبوي فيه تحريض الناس على الكراهيه وعلى هذا اسلوب ما يمكنلوش يكون وما خصوش يكون، لانه فيه مضره بالمجتمع قبل ان يضر بالافراد. وانا حكيت لكم القصه للاسف. شوف حمايه الشباب المغربيه مسؤوله جماعيه ديال الدوله والحكومه والمؤسسات التشريعيه والقضاء والهيئات السياسيه والتربويه والجمعويه، واللي كتحمل مسؤوليه كبيره، والاسر كذلك.
بالتالي هي مسؤوليه جماعيه. ولذا كنعتبروا حنا اي نقاش طرح للمجتمع ومن شأن ان نتلقى عليه جميع الافكار والاراء غيشكل واحد الارضيه تساهم في حمايه هؤلاء الشباب. شكرا. شاركنا في هذه الندوه كمرصد هذه الندوه التي تحت عنوان استقلال القضاء والمحاكمة العادلة والتنمر والتشهير والابتزاز اللي هي جرائم يعاقب عليها القانون. إذا شاركنا في هذه الندوة لأساس نحاولوا في الأخير اللي وصلنا ليه أننا نخرج بواحد الجبهة كمنظمات حقوقية لمحاربة هذه الظاهرة. وحنا شاركنا لأن واحد المناضلة معنا تعرضت للوابل من السب والشتم والتنمر والابتزاز وكان أزرها من هذا المنبر. وحنا كحقوقيين كنحاولوا نخرجوا بواحد التوصيات وبواحد النتائج. هذا هو الهدف من تأسيس الجبهة إن شاء الله اللي غادي نحاولوا يكون اجتماعات أخرى من هنا واحد الشهر ولا أقل باش نتوحدوا ونخرجوا بواحد القوة باش نحاربوا هذه الميليشيات الإلكترونية اللي كتروج الأكاذيب والتنمر والتشهير بالناس شرفاء. وهذا اللي عندي ما نقول. إذا هذه الندوة نظمت اليوم وكان الهدف منها هو أن نقف على بعض الممارسات الإعلامية والحقوقية الجديدة التي أعتبرها ممارسات ناشئة في المجتمع المغربي وهي في الآن نفسه طارئة عليه. وحاولنا أن نفهم أولا لأن الفهم يعني أمر أساسي جدا، ولكن أيضا حاولنا أن ننتقل إلى مستوى يعني اقتراح الحلول على اعتبار أنه الواقع الإعلامي والحقوقي اليوم يستلزم منا أن نسائل العقيدة الإعلامية القائمة وأن يعني أن نطرح بصددها أسئلة مشاغبة. علاش؟ لأنه العالم يعرف تحولات متسارعة ولا يمكن أن نترك أنفسنا دون مواكبة هذه التحولات المتسارعة. ما ينشر اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الاستعمالات المعيبة للأدوات الرقمية يمكن أن تكون مدخلا لتقويض المناخ الديمقراطي ومناخ التعددية ومناخ حرية التعبير، وبالتالي يجب التعامل بكثير من المهنية وكثير من الحذر. نحن في حاجة إلى تحيين النص القانوني، في حاجة إلى تحيين النصوص أو المضامين البيداغوجية، نحن في حاجة إلى تحيين استراتيجية التكوين المرتبطة يعني الخاصة بمزاولة مهن الإعلام والاتصال. كل هذا من أجل يعني ضمان بيئة كما قلت سليمة تضمن العيش المشترك وتضمن يعني سلامة من الانزلاق إلى يعني إلى مأزق العنف بكل أشكاله، أكان عنفا ماديا أو عنفا رمزيا. شكرا.